لأول مرة يمكن من الجرائم الكبيرة اللي صارت بلبنان، لأول مرة في عنا مثل ما بيقولوا بالإنجليزي فيومين جان، يعني في حدا ماسك بإيده الفرد وسي طالع الدخان منه. دخان المسدس الذي يتباهى به وزير الداخلية الأسبق سرعان ما يتلاشى مع قرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى. فإذا كانت نيات النقيب السوري محمد علي قد تجلت من خلال تواصله مع شبكة أحمد غريب، يبقى الرابط بين النيات والتنفيذ مبهماً. يربط القرار الاتهامي النقيب السوري بتنفيذ التفجيرين من خلال خضر لطفي العيروني الذي تلقى رسائل نصية على رقم سوري تعرض عليه سيارة تتطابق والتي استعملت في التفجيرين، ليضاف إلى الأرقام التي نسبت إليه رقم آخر لبناني. تقول التحقيقات أنه تواصل عبره مع النقيب السوري ليبرز مع هذا التفصيل أسئلة عدة، لعل أهمها أن التحقيق لا يذكر كيف نسب الرقم اللبناني إلى العيروني، علما أنه يذكر أن الرقم السوري قد جرى تحديده من خلال شهادة الشهود. مجددا، هذا هو الرابط الوحيد بين النقيب السوري والتفجيرين. لا، إذا في ناس مثل بالمعلومات عندهم هالطاقة، الطاقات العلمية المعروفة، وقدروا تثبتوا، معناتها عندهم الوسائل ليثبتوا أمام المحكمة كيف قدروا تثبتت. على هامش السؤال عن رقم العيروني، يذكر التحقيق أن أحد الأرقام المستعملة في مرحلة تهريب السيارات إلى لبنان جرى شراؤه من منطقة باب الرمل في طرابلس بموجب هوية مزورة، فيما يذكر أيضاً بالتفاصيل أرقام المنفذين الآخرين من دون ذكر كيفية تحديد هويتهم، ما يوحي بأنهم استعملوا أرقاماً مسجلة بأسمائهم. فهل فعلوا ذلك حقاً؟ ولماذا لم يوضح هذا الأمر في القرار الاتهامي؟ أنا ما عم تفوت بموضوع تقنيات، أنا ما لا أدعي أني بعرف فيها تفصيلياً، وهي بتركها للقضاء. القضاء حياخد مستشارين، حيجيب خبراء هني يقولوا له إذا هالشي ثابت أو غير ثابت، أو يمكن ما عندهم إياهم بالكامل، عندهم معطيات عنهم حطون للمحكمة تكمل دورة. بالعودة إلى عمليات شراء السيارات، تظهر ثغرة أخرى، فيقول المحقق العدلي أن الفورد إكسبيديشن التي انفجرت أمام مسجد السلام وصلت إلى العيروني بعد سلسلة مالكين، فهو اشتراها من المدعو علي نصر شمس عبر شقيقه مصطفى من دون تحديد آلية الشراء هذه، إن كانت عبر وكالة أو عملية بيع وشراء، علما أن القرار لا يذكر أي تفاصيل عن الشقيقين شمس، لا رقم سجل ولا اسم والدتهما، ولم يتم حتى استدعاءهما للتحقيق. فكيف جرى التثبت من عملية البيع هذه؟ المجلس العدلي مش عم يحكم بجمعة وجمعتين، مجلس العدلي عم ياخد وقته، عم يحكم، عم يجيب خبراء، عم يستمع للكل، عم يستمع للدفاع، ما في مشكلة. إذا في ثغرات يا بتنساد يا بتلغى. الثغر التي بددت دخان يقين فتفت يظللها رقم أخير لم يرد ذكره، وهو الرقم المربوط بالعبوة والذي اتصل به لتفجيرها، وهو الرقم الذي قد يكشف جميع تحركات السيارة المنفجرة، وهو الدليل الدامغ على كل من ورد تورطه في القرار. إذا كانت بعض الهواتف التي تبين أنها مرتبطة بالجريمة ولم تذكر في القرار الاتهامي، فأنا أعتقد هذا أمر يدل على نقص. ليبقى السؤال الأبرز عن كيفية تحديد هوية النقيب السوري ومدى صحة انتمائه إلى الاستخبارات السورية، وبخاصة أن المحقق العدلي لا يذكر أن الجهات الرسمية اللبنانية طلبت إلى الدولة السورية كشف صاحب الأرقام التي نسبت إلى النقيب، ولا حقيقة وجود هذه الشخصية في أحد أجهزتها الرسمية. يفترض أن يكون هناك تواصل بين النيابة العامة اللبنانية والنيابة العامة في الجمهورية العربية السورية، هل حصل هذا؟ غريب أمرك، ليش أنت مصمم بس تدافع عن الطرف السوري بهالقصة؟ قد لا يدرك من اتهمنا بالدفاع عن النظام السوري أن الثغرة هذه لن تكون سوى نافذة هروب للمتهمين، وأن الثغرة التي بني عليها القرار الاتهامي ستعرقل سير العدالة، وستفرض على المحكمة إعادة البحث عن التفاصيل في تحقيق استغرق 3 سنوات، تفاصيل أغفلها المحقق العدلي على حساب مقدمة شعرية توصف معاناة الفيحاء، والتي أضاف إليها بإغفاله هذا سنوات عدة بانتظار العدالة. غداً، هل ظلم القرار الاتهامي تحقيقات فرع المعلومات؟